وكم فص ثوم. قد ايه التتبيله دي رائعه بمعنى الكلمه، تتبيله مشويات ملهاش حل، ولا اجدع محل كبابجي. ادي الطماطم برضو كده متقطعه على اربعه بالشكل ده، ونضرب ده كله قبل ما نتبل. يا ام فاطمه، ازيك يا سهاد؟ ازيك يا ام فاطمه؟ الله يخليك، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. برن والله عليك على طول، بس ما بوصلش، قبل ما اوصل التليفون بيفصل والله. هنا في القناه؟ اه والله يا شيخ. حبيبتي طب الحمد لله ان احنا سمعنا صوتك النهارده. طب معلش يا شيخ، عايزه رقم حضرتك بس. حاضر، من عينيا الاثنين، محمد يديك الرقم. حاضر يا حبيبتي. دول اخر كام قطعه لحمه معانا، بديهم بس تشويحه كده، وتعالوا بقى نروح نعمل التتبيله بتاعتنا. بسم الله. هبتدي دلوقتي عشان هرجع اشغل تاني، انزل عصير ليمون وخل وزيت. اتفقنا؟ يلا بينا. تعالوا نشوف شكلها ايه دلوقتي، عايزه تتقلب كويس عشان ما تضحكش علينا. يا استاذه رضا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله يا قلبي، انت ده انت إيه؟ الورده اللي منوره لكل بيت، كل بيت عندنا. ده انتوا احلى جنينه في حياتي يا استاذه رضا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يديكي الصحه يا رب. انت عامله ايه النهارده؟ الحمد لله احسن. ألف سلام عليكي، بطمنين عليكي. الحمد لله بخير يا حبيبتي، تعيشي. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب، أشكرك. كنت طالبة، أنا قلت الأستاذ محمد دلوقتي، كنت طالبة البصل، أخلي البصل. وعايزة الطحينة. والطحينة والله قلت له الصبح اسأليه، قلت له يا محمد الطحينة والبصل. أنا عارفة يا حبيبتي. لا من بيقول لك جاهزين أهو. حاضر يا حبيبتي، تسلم إيدك على كل حاجة بتعمليها. وعايزاكي تجربي الكباب البيتي بتاعنا النهارده، ده هيعجبك قوي ان شاء الله. باذن الله يا حبيبتي، انت كل حاجه بنعملها والله من وراكي، بس مش عايزه كلام. طب الحمد لله، ده شهاده اعتز بيها. وبتعجبهم كلهم والله. الحمد لله، الف هنا وشفاء ليهم جميعا يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها، وربنا يديكي الصحه يا رب، يطمنا عليكي. ربنا يخليكي، ومن عينيا الاثنين البصل والطحينه، والله ما نسيهم من امبارح. بصوا كده يا جماعه، كده انا خلصت الاخت دي، شكرا ليها. هجيب الصينيه الثانيه اللي قلت لكم في الاول خالص كنا حاطين فيها شويه زيت قليلين. كده انا اديت للحمه تشويحه، ممكن تقولي تشويحه، ممكن تقولي تحميره، تقولي لسعه. كلمه لسعه دي مهمه جدا تفتكريها وانت شغاله. احنا بنلسع اللحمه عشان تديني في الاخر شكل الشوي. هعمل ايه بقى هنا؟ هبتدي انزل قطعه ليا كده، تطعم لي بس الصينيه وتطعم لي معلقه الزيت اللي انا حطاها، وتديني كده طعم الكباب الحلو. ونشوف بس. طيب عايزين بس ندي ضربه هنا كده سباعي عشان ايه نشهل شويه نخلص الدنيا. يلا بينا. استاذه منى اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا استاذه منى اهلا وسهلا. استاذه منى علونا الصوت يا جماعه شويه من فضلكم. ايه يا حبيبتي الملايين. طب استني بقى، لا انا كده بجد مش سامع. استاذه منى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي الملايين؟ يا ربي، ايه الكلمه الكبيره اللي تخوف دي؟ الله ينور على كل حاجه بتعمليها. تعيشي تعيشي، الله يكرمك، ما تحرمش مني. انا اخواتي والله متابعينك في كل حلقه وبيشكروا فيكي خالص. ربنا يخليهم. وقولي لي اسمهم ايه بقى؟ هدى وسميحه. هدى وسميحه، ربنا يخليكوا جميعا ليا يا ربي، يخليكوا لبعض يا ربي. الله يخليكي يا مسيح. اللهم امين. قولي لي يا حبيبتي، تسالي عن اي حاجه؟ مكرونه بالجمبري. المكرونه بالجمبري بس كده من عينيا. حاضر، احلى مكرونه بالجمبري، وبنعملها كمان بالصلصه البيضه اللي هي الوايت صوص، بتبقى احلى بكتير من الصلصه الحمراء مع الجمبري بالذات. حاضر يا حبيبتي، اكتب لنا يا محمد عشان ما ننساش. كده انا حطيت قطعه ليا، وهنا ضربت الخلطه على بعضها.
شويه السكر، رشه السكر اللي حطيتها هنا مع الملح والفلفل الاسود وبقيه الخلطه، قد ايه رشه السكر دي هتخلي اللحمه بتاعتك طريه جدا، هي والخل هيعملوا لك شغل في منتهى الجمال. خلوا اللحمه طريه، الانسجه بتاعتها ناعمه جدا، حتى لو اللحمه عندك كبيره، يعني حتى لو اللي عندك دي مثلا كندوز كبير وبتاخد وقت في السلق، بالطريقه دي مع الخل والسكر دوقي احلى حته لحمه، مش هتصدقي ان هي دي اللي كانت عندك في الفريزر. يلا بينا ننعم تاني الخلطه. خلاص كده شكرا. وهنا حتة اللية اللي حطيناها عملت لي شغل اهي، ومش عايزاه تسيح للاخر، انا عايزاه تطعم لي بس. هروح نازله باللحمه اللي احنا شوحناها في الاول خالص او لسعناها هنا في قطعه اللية بالشكل ده. بسم الله، بصوا بعيد عن بعضها ازاي، ما بحطش واحده فوق واحده، وده اساسي معانا كده. وبعدين احضر بقى التتبيله يا ام رامي. صباح الخير يا عمر. صباح النور، ازيك يا ام رامي؟ ازيك حبيبتي قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه وحبايبك كلهم؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير يا ام رامي، فضل ونعمه من ربنا. الحمد لله دايما دايما يا رب، دايما يا رب يديك الصحه ويحفظك. علي صوتك شويه يا ام رامي، انا واخده عليكي صوتك عالي. ما شاء الله ما شاء الله على جمال اللحمه، تسلم ايديكي. ده انت لسه هتشوفيها بقى، لسه هتشوفيها لما تتحول لكباب. طبعا طبعا، دي لولو اللي عاملاها يا حبيبتي، لولو القمر اللي عاملها. تعيشي، ربنا ربنا يحفظك يا رب، ويحسن ما بين ايديك دايما يا رب. ربنا يخليك. عايزه بس مقادير البسبوسه العاديه. البسبوسه العاديه، مش الاكياس، مش الاكياس الجاهزه. العاديه من عينيا. حاضر يا حبيبتي، بس لو سمحتي. ماشي، يلا يا عم محمد كمان معاك البسبوسه العاديه. بصوا يا جماعه، دي الخلطه بتاعت المشوي، الريحه بتاعتها طالعه في منتهى الجمال. هزود بقى على الكميه دي لتر ميه سخنه كده، واقلب كله في بعضه. بصوا جمالها بقى، بصوا اللون الحلو. وهنا عشان زودت ميه لازم ازود تتبيله، ازود ملح، وهزود شويه خل وعصير ليمون. ادي شويه ملح عليها، وادي شويه خل، وشويه عصير ليمون. تعالوا شوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. اقلب كده بالكبشه، وبقت دي الميه او الشوربه اللي هسوي فيها الكباب بتاعي، او هسوي فيه اللحمه بتاعتي. مش هنحط شطه لان احنا حاطين فلفل حامي في الاول خالص يا جماعه. تعالوا بقى هنا على الصينيه، ادي الكباب عندي كده دلوقتي عطشان، ما فيهوش سوائل خالص، وهيتلسع وحالته حاله. اروح واخده كبشه واحده بس، بصوا ازاي، بسم الله، واعمل كده.